تحفيز المواطنين للمشاركة في العملية الديمقراطية والمساهمة في تطوير التشريعات المنظمة للعملية الديمقراطية محاور ناقشتها فعاليات عقدتها الشبكة اليمنية للديمقراطية والانتخابات في صنعاء بشأن دور وسائل الإعلام في الرقابة على مخرجة مؤتمر الحوار الوطني الانتخابية. كل ما تكلم عنه مؤتمر الحوار الوطني والخاص في الانتخابات حتى يمثل مطلب شعبي وجماهيري يستفيد منه كل أبناء المجتمع. 38 مشاركا ومشاركة من الإعلاميين والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام المحلية أشاروا أن فئات المجتمع اليمني بحاجة إلى التعريف بما تضمنه مؤتمر الحوار من مخرجات يتمكن من التصويت على الدستور ومعرفة ما أثمر به هذا المؤتمر. إلى الآن معرفة أساسيات أو ماذا خرج مؤتمر الحوار الوطني في الجانب الانتخابي وعملية انتخابية وتحديد مكامن الضعف في مؤتمر الحوار الوطني. احنا كإعلاميين وصحفيين والهذا كيف حنوصلها للمجتمع وأيهما الأفضل لنا من إعلاميين وللشعب اليمني أفضل. وطرحت في الفعالية مداخلة للإعلاميين والإعلاميات بشأن النظام الانتخابي وكيفية سير العملية الديمقراطية بعد مؤتمر الحوار الوطني الذي أصبح كثير من الناس لا يعرفون ما تضمنه المؤتمر من مخرجات. كثر الحديث عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتعددت الفعاليات والمناشط للمنظمات المدنية. ترى ما الذي ستخرج به هذه الفعاليات والمناشط من قرارات وتوصيات ونتائج تخدم مخرجات مؤتمر الحوار؟ أم أنها ستكون مجرد فعاليات تسعى المنظمات لكسب الدعم من المنظمات الدولية لا أقل ولا أكثر؟ مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.